مرحبا بجميع أصدقائنا في قناتكم معالم المعرفة. اليوم سأقدم لكم أحد أروع عروضنا المستمرة من هجمات الحيوانات المفترسة في عالم الحيوانات. كل مقاطع الفيديو التي لا تصدق ستجدونها معنا في قناتكم المميزة. لقد بحثنا جيدا ووجدنا لكم مقاطع فيديو جديدة وحصرية التي ربما لم تشاهدوها بعد، بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى التي قمنا بنشرها لكم سابقا. دعونا لا نطيل الكلام ونذهب مع بعض للاستمتاع بمشاهدة هذه المقاطع الحصرية. عندما نفكر ونتمعن في أكثر الحيوانات عدوانية وشراسة في القارة الإفريقية، يتبادر إلى أذهاننا العديد من الأنواع المختلفة، وبالفعل يعتبر الكثير منها في الغالب خطيرة للغاية. يتم تصنيف هذه الأنواع من الحيوانات مثل الجاموس الإفريقي والأسود والتماسيح وأفراس النهر على أنها الأكثر فتكاً والأكثر افتراساً نظراً لحجمها الكبير وقوتها الخارقة. ومع ذلك هناك أيضاً نوع من القرود يتميز بأسنان قاطعة كأسنان الكلاب الشرسة، وهي معروفة بسلوكها العدواني وشخصيتها المزاجية السيئة. في العادة لا يحب قرد البابون الحيوانات المفترسة الأخرى، وعادة ما يهاجمهم إذا أحس بالخطر منها. فعلا إنهم لا يخافون حتى من القطط الكبيرة المفترسة. تعتبر الفهود هي الحيوان المفترس المنافس الرئيسي لقردة البابون. يكره البابون الفهود لأنهم أهداف لهجماتهم، خصوصا الأفراد صغار السن منهم. ومع ذلك يمكن لهذا النوع من القردة مهاجمة الفهود أيضا إذا تطلب الأمر ذلك. عندما يواجه البابون الفهد فإنه عادة ما يهاجم القطط الصغيرة أو الضعيفة في البنية. عندما يهاجم هذا النوع من القرود حيوانا مفترسا فإنه عادة ما يستخدم أسلوب الهجوم في مجموعات لصالحه. ولكن هناك حالات ينتهي فيها الأمر بمهاجمة حيوانات مفترسة مثل هذه الفهود. كان على القطط المفترسة هنا الانسحاب والركض مع وضع ذيولها بين أرجلها خوفا من هذه القرود الشجاعة التي يمكن أن تصيبهم إصابات شديدة قد تسبب لها الوفاة في مشاهد تحبس الأنفاس. لا يحب قرد البابون القتال مع أي مفترس آخر، ولكن إذا لزم الأمر فإن هذه القرود تواجههم وجها لوجه في عالم الحيوانات المفترسة، سواء كان ذلك الفهد أو أي حيوان مفترس إفريقي آخر مهما بلغ من القوة أو الحجم. في الأخير أرجو يا أعزائي المشاهدين أن تكون مقاطع اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. لا تنسوا دوما وضع إعجابكم بالمقطع، كما لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد.